كنا بنعرف نتيجة تعرض لبعض أنواع الحوادث وإصابات العظام بيتم اللجوء إلى استبدال المفاصل أو إجراء جراحات المفاصل الصناعية للعمل على استبدال وزراعة المفاصل الصناعية، وهالشيء أيضا للمساعدة على تخفيف الألم واستعادة وظيفة المفاصل المهترئة أو حتى المصابة بالالتهاب. سلمى، أكيد عفاف، لهيك رح نحكي اليوم أكثر إمتى بيتم استبدال المفصل، شو هي الحالات اللي بنلجأ إلى العملية تبديل المفصل، هل في خطورة من هذا الموضوع؟ وكثير استفسارات بتخطر ببال الناس، هل أنا إذا طبعاً تعرضت لعملية تبديل مفصل ممكن بدي أرجع عيدها، قدي بعيش والمخاطر وما إلى ذلك. كثير من الاستفسارات طبعاً رح يجاوبنا عليها ضيفنا الاختصاصي الدكتور هو خالد نمورة، استشاري بجراحة العظام والمفاصل والجراحة الرضية، وأيضاً هو أمين سر الرابطة السورية لجراحة العظام والمفاصل. صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. أول شيء دكتور خلينا نتعرف على هي العملية، عملية تبديل المفصل، وشو هي الحالات يلي بتستدعي اللجوء لهي العملية؟ طبعاً هلأ نحن عملية تبديل المفصل، خلينا نحكي شوي على شو هو المفصل، يعني الإخوة المشاهدين يأخذوا فكرة شو هو المفصل الطبيعي بشكل عام. المفصل عبارة بالجسم عبارة عن التقاء عظمين، نهاية عظم طويل مع بداية عظم طويل، بيناتهم في مسافة مفصلية. نهاية العظم مغلفة بغضروف مفصلي، هذا الغضروف المفصلي بيساعد على انزلاق المفصل، بيمتص الصدمات، بيسهل حركة المفصل. فعملية تبديل المفصل هي عبارة عن استبدال الصفوف المفصلية المهترئة اللي صابها الاهتراق نتيجة أمراض معينة أو تنكس معين بمركبات الصناعية بتشكل المفصل التام. هي المركبات إلى سطوح ملساء بتتقابل مع بعضها لتساعد بوضع الحركة والانزلاق. هلأ الحالات اللي نحن منساويها لموضوع المفاصل، أي مرض داخل المفصل بيؤدي إلى تخرب الغضروف المفصلي أو تنكس المفصل لأسباب مختلفة ومتعددة بيؤدي إلى ألم مرافق للمريض بشكل دائم، ما منسيطر عليه بالمعالجة المحافظة والتمارين والأنشطة أو العلاج الفيزيائي. فالنتيجة النهائية بتكون أنه استبدال، نشتغل مفصل كامل كرمال أنه نريحه من الألم. طيب دكتور خلينا نحكي أكثر اليوم أهمية يعني هذا العمل، إيمت أنا بقرر وأنا بدي أعمل تبديل مفاصل، شو هي الحالة اللي خلص تستلزم هذا العمل الجراحي؟ أي حالة بالمفصل أدت إلى تخرب السطح المفصلي وساوت عند المريض ألم شبه دائم مع عجز حركي، سواء تحدد حركي أو يبوسة أو حركة المفصل صارت كتير يابسة عند المريض والألم مرافق للمريض خاصة خلال فترة الليل أو خلال المشي أو النشاط، هي الحالات تستطيع استبدال المفصل بشكل سريع. دكتور أكثر العمليات شيوعا اليوم هي عملية مفصل الورك، يلي ممكن هيك دراسات أنه هي الأكثر شيوعا اليوم، ليش ممكن نضطر لهي العملية بعمر مبكر؟ العمر له علاقة بهي العملية؟ تمام. هلأ مفصل الورك هو من أكثر المفاصل اللي نحن بنشتغل عليها كما مفاصل الصناعية، نتيجة تعرضه لإصابات كثيرة خلال مرحلة الطفولة أو خلال مرحلة الحياة المتقدمة. هلا خلال مرحلة الطفولة ممكن يتعرض لحالات خلع ورك أو انزلاق أو داء بيرتز، هي مع تقدم العمر بتخلي المفصل يجهد بطريقة معينة، الميكانيك تبع المفصل بيتغير، القوى العاملة على المفصل بتؤدي إلى إجهاد المفصل بعمر مبكر أكثر، فبتلاقي أن تخرب المفصل حدث بعمر مبكر. سابقا كان هي الإصابات هي وتصير عند الشباب الصغار إنه هالألم نتيجة الإصابات هي المزمن، يسووا له شيء التحام مفصل أو إيساق مفصلي ليخلص من الألم. هلأ حاليا نتيجة التطورات بتصنيع المفاصل وتصميمها وأشكالها المختلفة صار إنه هذا الموضوع نقدر نحن نشتغل مفاصل حتى عند الشباب الصغار من عمر 18 سنة فما فوق، بنشتغل نحن مفاصل لنريحه من الأمور هاي ونساعده على عودة حركة المفصل للطبيعي، بينما الإيساق المفصلي المفصل يابس ما عاد في أي حركة، عمليا كان السبب بس لزوال الألم. أما المفاصل بتزيل الألم مع الحركة.
هلا بالاعمار المتقدمه غالبا الاصابات التنفسيه هي اللي بتساوي لي هالمفاصل هي بعد عمر الستين نتيجه تقدم العمر او اسباب معينه امراضيه او دائره سواني سوت اهتراب بمفصل الورك فبنستبدل نحن مفصل الورك. طيب دكتور نحن عم نحكي عن عمل الان صار ما له زمان ما له وقت مثل ما حضرتك حكيت ممكن شاب عمره 18 سنه اذا عنده اذيه بالمفصل انتم تعملوا له هيك عمل جراحي. طيب سابقا كنا نسمع انه ممكن السيدات اكثر عرضه وخصوصا بعد سن معين لما بصير عندهم هشاشه بالعظام، هل هذا الشيء له علاقه او لا؟ هلا بالنسبه للسيدات هشاشه العظام ما له علاقه بموضوع تخرب المفصل، يعني تنكس المفصل ما له علاقه، بينما انه تخلخل العظام عند السيدات باعمار فوق ال 50 سنه فما فوق بيساوي لي انه ممكن تتعرض الست لكسر لرد معين لكسر، هذا بعد الاصابه بالكسر بنبدل المفصل، يعني بنشيل مثلا بالورك راس المفصل بعد ما انكسر العروق بنركب له مفصل صناعي مشان الحركه مشان سهوله تحرك البعير. الاعمار الصغيره في امراض معينه مثل ما حكينا انه هي بتنكس المفصل بالورك مثل ما حكينا داء بيرتز، امراض رسوانيه شبابيه، عقابيل خلع ورك ولادي مهمل او بسن متقدمه بنستبدل المفصل. طيب دكتور يعني اليوم اذا حدا عمل عمليه مفصل او تبديل مفصل بنسمع انه ممكن يضطر لعمل جراحي ثاني، ليش؟ شو هي الحالات يلي بتستدعي عمل جراحي ثاني؟ هلا نحن تركيب المفصل البدئي او الاولي نتيجه الاصابات معينه، هذا المفصل ممكن يتعرض لاختلاطات معينه. اكثر شيء شائع هو انفكاك المفصل. طبعا المفاصل البدئيه اذا تركبت تحت ظروف وشروط جيده جدا مع انه الجراح عنده خبره جيده بالمفاصل ممكن المفصل وسطيا عمر البقاء بين 15 ل 20 سنه وهذا عمر كثير جيد. هلا في حالات معينه انه ممكن المفصل يتعرض للانفكاك لحاله؟ لا، المفصل بيتثبت بماده محدده. بالنسبة للمفاصل عندنا مفاصل اسمنتية او مفاصل لا اسمنتية، يعني تثبيتها باسمنت طبي خاص او مفاصل لا اسمنتية بصير في التحام بين العظم الطبيعي وبين سطح المفصل اللي هو مطلي بمادة معينة بتساعد على الالتحام. هلا نتيجة جهود معينة، نتيجة نشاط زائد عن اللزوم مع الزمن مرور الزمن ممكن يصير انفكاك بالمفصل، انه هالمادة اللاصقة او الاندماج العظمي اللي صار ممكن يصير في انفكاك بالمفصل بيتخلخل المفصل بيتقلقل المفصل. هي سبب من الاسباب اللي نحن من نرجع نساوي تركيب مفصل ثاني بنسميه الريفيجن. الاسباب الثانيه انه اذا في عندنا خلع، صار خلع بالمفصل نتيجه معينه وتخلخل المفصل، اذا صار في اهتراق بمركبات المفصل وخاصة المادة الداخلية للمفصل اللي هي عبارة عن بولي إيتيلين معين ممكن هذا يهتري شوي شوي مع الزمن مع مرور الزمن بعد 10-15 سنة 20 سنة حسب نوع المفصل وتصميمه وتركيبه، هذا بيساعد على انفكاك المفصل. أو إذا صار في عندنا نتيجة ردود معينة أو إجهادات معينة بتعرض لها المفصل ممكن نحن جزء من هدول المفصل يصير في كسر معين أو ينكسر العظم فبالتالي بنرجع لإعادة الجراحة من أول جديد ونتائجها لا بأس فيها جيدة. طيب دكتور خلينا نحكي شوي على تأثير هذا العمل الجراحي على الحياة اليومية للمريض. يعني اليوم نعرف أنه أي شخص بيركب مفصل ممكن يضطر أنه لفترة من الوقت ما يمارس حياته الطبيعية، في شيء بده يغيره بحياته. هلا الغاية من تركيب المفاصل بالدرجة الأولى أنه المريض يرتاح من ألم، بيكون المريض عم يعاني فترة معينة من الألم بيكون نحن استنفذنا كل سبل العلاج المحافظ ففي عندنا أنه استبدال المفصل بيريحه من الألم، بالإضافة أنه حركة المفصل بتعود يعني قدر الامكان للشبه الطبيعي فبيقدر يمارس حياته اليوميه بشغله بعمله بقعدته بصعود الادراج بنزول الادراج، بالاضافه اذا في عنده مثلا قصر بالطرف او في تفاوت بطول الطرف اثناء عمليه تبديل المفصل، هي كلياتها نحن بندرسها قبل ما نسوي عمليه المفصل بشكل جيد، اذا في عنده
تفاوت بطول الطرف نتيجة المرض اللي صار عنده وصار في إصر معينة، خلال تركيب المفصل بنختار مركبات تعوض له هذا الطول، فبالتالي المريض بيكون عم يعاني من عرج معين، هذا العرج حتى بيروح معه، يعني بيزول هذا العرج بعد ما نسوي معادلة لطول الطرفين باستخدام المفصل. طيب دكتور، خلينا هيك نحكي شوي عن الأشخاص اللي ممكن يخافوا من هاي العملية أو مو فورا يلجأوا لا أو يضطروا أنهم ياخذوا أبر الكورتيزون إن كانت بالركبة أو مكان الألم بالضبط. أضرار هاي الإبرة على المستقبل البعيد ممكن يكون لها أضرار أو هو بكل مرة بنوجع فيها لازم ياخذ هاي الإبرة؟ هلا بشكل عام المريض يعني اللي بيتعرض لمشاكل بالمفصل خاصة المفاصل المزمنة اللي هي التنكسية بيحاول المريض قدر الإمكان أنه يبتعد عن الجراحة بإجراءات محافظة. أحياناً بيضطر أنه في إبر نحن بنعطيها داخل المفاصل، إذا كان السبب التهابي وبمراحل مبكرة ممكن نعطيه إبرة كورتيزون واحدة تريحه من الألم والتورم الموجود ثاني في حالات التهاب المفصل الرسواني. هلأ إذا في حال التهاب مفصل تنكسي في إبر خاصة يعني بشكل عام بيسموها هي إبر الزيت، هي عبارة عن مواد معينة بتساعد على ترطيب سطح المفصل بتلين المفصل. هلا حاليا في تقنيات حديثة هي حقن بلازما أو حقن خلايا جذعية داخل المفصل، هالخلايا التعبانة بتحاول تعيد تنشيط وضعها بشكل عام بآلية محددة، بس هي شروطها أنه بده تكون بالمراحل المبكرة لتعطي النتيجة جيدة. السبب الآخر يلي بتخلي المريض أنه ممكن أنه يأجل عمله الجراحي ممكن الوضع المادي يلعب دور شوي، أنه ما في عنده استطاعة يدفع ثمن المفصل أو كلفة العمل الجراحي، فبنحاول أنه كل هالإجراءات المحافظة نطبق له إياها مع تحديد حركة النشاط أنه يخدم بشكل أكثر ريسما الظروف تسمح بذلك. دكتور، في نقطة مهمة كتير، خلينا نحكي شوي اليوم عن الإجراءات الوقائية. يعني أكيد في إجراءات وقائية بيتم إعطائها للمريض لحتى يمارسها بحياته اليومية قبل العملية وبعد العملية لحتى ما يتم استبدال المفصل. فعليا أنت قلت ممكن 10 سنين يقعد المفصل، 15 سنة حسب الحالة والعمر وما إلى ذلك. تماما. بالنسبة لإجراءات الوقائية قبل العمل الجراحي، أي حالة بالمفصل مرضية يفضل أنه تتعالج باكراً. كل ما عالجنا الحالة باكراً كل ما أنا طورت عمر المفصل، وخاصة بالإصابات اللي بتصير خلال مرحلة الطفولة، مثلاً داء بيرتز بمفصل الورك أو خلع الورك الولادي، كل ما تعالج ووضع المفصل رجع أقرب ما يمكن إلى الطبيعي كل ما بكون أنا أخرت كتير من موضوع أنه يتخرب المفصل، ممكن يتخرب بأعمار فوق 40 سنة أو ما شابه ذلك. بينما إذا كان هذا العلاج ناقص شوي أو تأخرنا شوي بالعلاج ممكن يصير بقى بعمر أبكر بالعشرينات أو 25 سنة بالنسبة لهالنقطة هاي. اثنين، أي حالة تخلخل عظام موجودة عند المريض يفضل أنه ما نهملها نعالجها، لأنه هي الحالة أول شيء بتأثر على عمر المفصل ثباتيته ومدى الانفكاك اللي حكينا عليه، مع أنه بيتعرض لكسور. مجرد ما تعرض لكسور خاصة عنق الفخذ عند السيدات أو المصابين بتخلخل العظم بنضطر لنبدل أنه المفصل نتيجة هالشيء. دكتور خالد، اليوم خصوصا كبار السن قد ايه بيعانوا من مشاكل النشفان بالمفاصل؟ ممكن هذا الموضوع يؤدي لإزالة المفصل تبديله، او في حكيت لنا شوي عن حقن البلازما او ابر ترميم الزيت ممكن يستخدموها كوقاية من النشفان على المدى البعيد، او ممكن اذا صار هذا النشفان بزيادة بجسمهم يضطروا لعملية كمان؟ هلا بالنسبة لحالات معينة اللي هي التهاب المفصل التنكسي اللي بصير نتيجة بشكل أولي نتيجة تقدم بالعمر، هذا بمر بمراحل، مراحل من المرحلة الأولى لمرحلة رابعة. بالمراحل الأولى إذا خففنا الإجهاد، خففنا نشاط المريض، أعطينا أدوية بالحقن داخل المفصل ممكن يساعد على تليين المفصل ويساعد على تنشيط الخلايا الغضروفية، وبالتالي نحن نتأخر شوي مراحل تخرب المفصل، بصير فيها تأخير ممكن يتأخر 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات إذا التزم بالتعليمات وتابع المريض بشكل دوري عند الطبيب للتدخل وقت اللزم. طيب دكتور، اليوم تقريبا حكينا عن أبرز النقاط اللي ممكن تخطر ببال
أي شخص مقبل على عملية تغيير المفاصل، ولكن إذا راح عن بالنا أي استفسار وفي نصائح معينة تحب توجهها بنهاية حديثنا تفضل. أنا بشكل عام يعني نحن بنطمن الإخوة المشاهدين أو المرضى يلي بيخضعوا لعملية تبديل مفصل، لا تخاف من موضوع تبديل المفصل. عمليات استبدال المفاصل كثير ناجحة ونتائجها كثير جيدة، وبتعطي عمر يعني للمفصل يخدمه مثل ما حكينا بين 15 ل 20 سنة. تابع يعني للمريض تابع بشكل دوري عند الطبيب، يعني الفترة الأولى كل 3 شهور لازم أنت تراجع طبيبك بعد ما تخلص عملية المفصل ويتم الشفاء. كل 3 شهور تراجع طبيبك، بعد سنة بتراجع طبيبك بشكل متكرر. الغاية من ذلك أنه أول شيء الطبيب يطمن على وضع المريض، ثاني شيء يراقب الصور الشعاعية أنه صار في مثلاً أذية معينة، صار في انفكاك، ما صار انفكاك، للتدخل المباشر بالنسبة للنقطة هاي. فلا تخافوا من موضوع المفاصل وتركيبها، نتائجها كثير جيدة. وبشكل عام يعني الفكرة الشائعة عند الأخوة المشاهدين أو البعض منهم أنه شو هو تركيب المفصل، بدي قص من العظم شيء، بدي قص لرجلي، شو هو المفصل؟ لا، هو عبارة عن المفصل بيرجع بشكل طبيعي وبيتحرك بشكل طبيعي وكله مخفي ما هو ظاهر. أكيد بختام فقرتنا معك دكتور، بنتمنى السلامة للجميع وبنتشكر حضرتك على كل المعلومات يلي قدمت لنا إياها. شكرا لك، كنت معنا اليوم الدكتور خالد نمورة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا لك.